بمتتبعي قناة أخبار الفجر المغربية والأخبار والفجر السبور هنا مباشرة من قاعة الوحدة بمدينة القنيطرة في لقاء الدورة السابعة للفوتسال بين فريق دينامو القنيطري وفريق حي المستشفى الإسباني بمدينة تطوان. إذن تقدم فريق حي المستشفى الإسباني حدود الدقيقة الخامسة. كنت حدفاء من عند أنس البركوك. الكرة تتمرر. كضرب احد المدافعين ديال دينامو وضرب حدا الحارس رضا الخياري اللي ما كانش كان كيتابعها. هذه الهدف والهدف الوندوري الوندوري ومر الكره سهله امام سامي يزال اللي كيقلص النتيجه. اذا جوج اهداف لهدف واحد ودائما لفائده فريق حي. يعني تمريرات بالمقاس بين اللاعبين ديال الدينامو كرة من عند الوندوري كتمرر الكرة كيسللها ماشي كيمررها كيسللها لعند زميل ديال جمال زهري اللي كان جمال مروان اللي كان العمود الايمن على الكرة مع مروان جمال كيراوغو كيقدم الكرسي اللي كيقدم كيسجل الهدف ديال التعادل يعني هدف التعادل في حدود الدقيقة الخامسة من الجولة الثانية. وهذا اللاعب مراد صفار رقم 13 اللي سجل هذا الهدف هدف قوية كرة عند رقم 13 اللي هو اللاعب مراد صفار اللي كيقدم هدفة قوية ولكن الحارس رضا الخياري كتسد الكرة. نتيجة 3-3. التوقيت كيصعب عندك. الكرة ديالك الخطيرة سامي يزال سامي يزال كيقدم كيسجل الهدف الرابع لفريق دينامو القنيطرة. هذا كما ذكرت دائما انه هداف متميز راوغ بالرجل اليسرى بفوز فريق دينامو القنيطرة على فريق حي المستشفى الإسباني ب5-3. كان معكم مباشرة من قاعة الوحدة عمر شباق في التعليق المادي القشيني ومريم الزكراوي. كما كتشوفوا المقابلة كانت بيدنا احنا ما قدرناش نستغلوا المباراة ديالنا نديوها في يدنا 3 نقاط كنا محتاجينهم ضروري. كما كتشوفوا اختار فيما اختاره الله شي اللي غنقولوا كره. يا خالد ما كتشوفش ان كانت مغامره من الطاقم التقني ديالكم انكم تلعبوا اسانك؟ هذاك الشيء اللي هذاك الشيء كيبقى لونترينور ما عندنا ما نقولوا له هو كيتشوف داك الشيء هو كيتشوف شنو صالح للفرقه واش فهمت انا عندي ما نقول. شكرا خالد. شكرا بزاف والفجر السبور اللي كتبقى اللي كتساندنا في اي مقابله وشكرا لك.